السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ نتمنى تكونوا بألف صحة وعافية. اليوم رجعت لكم بحيل للتنظيف، غنشوفوا خلطة جبارة لإزالة الأوساخ من على الخشب وتلميع الأبواب. غنشوفوا أيضا كيفاش ننظفوا الجلد ديال الكنبات أو تاع الفوتوي. وبالنسبة لهاد الغلايق اللي كيكون عندهم هاد الجوان، تا هو خصنا نعرف كي ننظفوهم. وأخيرا طريقة سهلة لطي الملابس بدون عناء. غنبداو اول شيء بالخلطه الجباره لازاله الاوساخ من الخشب. خصنا ثلاثه المكونات: الماء، الخل، وزيت الزيتون، وليس اي زيت اخر. ناخذ كاس من الماء وغنضيف ليه الخل. الخل الابيض هو منظف ومعقم. هنا يمكن نستعمل الخل اللي كنت رقدت فيه قشور الحامض او الليمون باش يعطي واحد الرائحه. غناخد 4 ملاعق كبار. الا ما عندكمش خل منسم، خذوا مثلا هاد ملطف الملابس، هو كتكون فيه ريحه رائعه. وغناخد نصف الكميه من زيت الزيتون. زيت الزيتون يغذي الخشب، يعني غناخد 2 ملعقتين من زيت الزيتون. اذا هاد الخلطه فعلا جباره، غنديروها في بخاخ ليسهل استعمالها. وغادي قبل اي استعمال يجب رجها جيدا، يعني ملي نستعملها ما خلاش الزيت الفوق والماء تحت دائما تخلط. اعطيكم مثال لهذا الكرسي، شوفوا الاوساخ العالقه به. فعلا هنا هذه الاوساخ راه لاصقه. لتسهيل العمليه غناخذ تقاشر او جراب، هذا كيسهل التنظيف وكتسرعي في التنظيف. اذا غادي نملأ هذيك البقعه اللي مسخه في هذا الخشب. اذا غنملاها بهذاك، نرش عليها الخلطه وغادي نمسح بسهوله بالتقاشر. فبالتالي كتلاحظوا بانه رجع فعلا نظيف، جميع الاوساخ تزال. هذاك اللي كيبقى يبان لكم ملون راه هو فقط الخشب اللي عنده الوان مختلفه، غير اما الاوساخ فهي فعلا ازالتها هذه الخلطه. وخا يكون بقعه الزيت واي بقعه غيزولها هذا الخليط. في حالة الى عندكم نقوش في السدادر او في الكراسي كيسهل علينا تنظيفها. اذا هنا غنستعن بفرشاة اسنان قديمة، كنرش عليها الخلطة وكندوزها على الجوانب سواء كانت الغبرة او الاوساخ، ومن بعد ندوز على هذا الخشب بهذه الكيدية اللي لابسة فيها الجورة، وكيبقى فعلا هذا الخشب لامع. هنا غنشوفه في طاولة أو في مائدة عامرة بالغبرة، ملي كنت كنظف عامرة بالغبرة، نشوف ملي غادي نمسحها غيبقى ليكون الفرق، غنبقى نخلي بلاصة مسوحة وبلاصة لا، راه كيبان ليكم فعلا الفرق. هاد الخلطة كنمسح بها أيضا الأبواب، فبالتالي كتعطي واحد اللمعان واحد البريق لجميع يعني أنواع الخشب. كنعرفوا بان الابواب حتى هي كتخصها، خصنا ننظفوها ملي نديرو التنظيف يعني تاع المنزل، فكتخليه لامع وبراق. لتنظيف هاد الجلد اللي كيكون في الكنب او في الفوتيات، غير خصنا فقط يعني الحليب ديال الوجه او كريم مرطب اللي انتهت الصلاحيه ديالو، ما تلوحوش. وغادي ننظف به الخشب. دائما كتلاحظوا كنستعمل هذه الجوارب لكي يسهلوا العمليه، فجميع الاوساخ ستزال. اذا هذا الكريم مرطب من جهه غينظف، ومن جهه اخرى ايضا سيغذي الجلد. بالنسبه للثلاجه، هنا الفوق ديال الثلاجه او ديال البلاكارات كيعمرنا بالغبار وبالدسم، فبالتالي هنا باش ما نضطروش دائما نمسحوهم، كيكون في اماكن اللي عاليه وبعيده علينا اننا نوصلوها، فيكفي اننا نستعملو فيلم غذائي غنوضعوه فوق الثلاجه او فوق البلاطار فهو كينظف. الان دوزو لهاد الرقطيان اللي كيكون فيهم هاد الغشاء هذا المطاطي، كيبان لينا بانه كيصعب علينا ننظفوه، كيبان لكم بانه نظيف التنظيف العادي، ولكن لا، راه الاوساخ كتكون متوضعه بين هاد يعني الاسطوانه المطاطيه وبين الغطاء. هنا سهل اننا نظفوها، غنزولوها بالسكين ونردو البال باش ما نقطعوهاش،
ونوضعها في إناء به ماء دافئ، ويعني الصابون أو سائل غسل الأواني اللي كنستعمله، فبالتالي غادي تنظف لنا بسهولة. إذا جميع الأغطية اللي عندنا مرة أننا نحيدوها بهذه الطريقة باش ننظفوها. ملي ننظفوها نخليوها تنشف، وأيضا بالطبع خصها تشل، وغنشفوها مزيان عاد نردو هاد الغشاء هاد البلاستيكي كيرجع بسهولة، كيرجع لمكانه. وبهاد الطريقة كنكونوا ضمننا أن الأوساخ ليست متوضعة في هاد الجوانب ديال الأغطية. هاد على فكرة هاد الأواني هكا اللي كيكونوا كيتسدوا مزيان كيحفظونا الأغذية مزيانة، يعني كيكون الإغلاق ديالهم محكم وكيحفظونا الأغذية من الهواء. إذا نحاولوا أننا نشفوا مزيان ديك البلاصة اللي كيدخل فيها هذاك الجوان باش ما تكونش فيها العفن. إذا من بعد ما شفنا هاد يعني الطريقة السهلة لتنظيف هاد العطيان، غندوزو لطريقة اللي ما كيعجبناش بزاف، وهي طي الملابس. كيتكوموا عندنا الملابس وخصنا نطويهم، ولا طويناهم خصهم يكونوا ايضا في نفس الحجم. هناك عدة طرق لطي الملابس اصبحت مبتكرة ونعتمدها، هنا فقط غنستعن واحد الاداة اللي هي موجودة في كل بيت، هو هاد اخذوا دفتر او مجلة تكون قاصحة شوية، شوفوا الكبر او الحجم اللي بغيتوا باش يجيكم طي مقاد عليها. اذا هذا عندي واحد الدفتر واحد لاجوندا قاصح استعملته، غنشوفوا الطريقه ديال طي الملابس باستعمال هذه، او كرتونه قطعه كرتون ايضا يمكن استعمالها. غادي نشوف مختلف الملابس كيفاش ننقيوهم، عفوا ماشي ننقيوهم ولكن كيفاش نطويوهم. غنبدا بقميص قطني، هذا كيكون الوليدات والمنظار كلشي عندهم كيكونوا موجودين بزاف. اذا فبالتالي يكفي اننا غادي نديرو على ظهره، نقلب يعني الظهر هو اللي يكون قدامي، وغنوضع في الاعلى هذاك الكتيب، وغادي نبدا نطوي بهذه الطريقه، يعني نجمع كل جنب وحده ونثني الكمام كما كتشوفوا، ومن بعد نطويه على جوج بهذه الطريقه. تلاحظوا بانه خدا الشكل ديال هذاك الكتاب، ومن بعد يسهل علينا اخراجه بسهوله. وبهذه الطريقه لاحظوا كيفاش صبح هذا التيشيرت او هذا الكتاب او هذا التريكو مطوي. نفس الشيء بالنسبه للقمصان القميجه اللي كتعد بنتها هي، غير هي خاصها بالطبع من بعد ما نصلحوها عادي يمكن لينا نطويوها بهذه الطريقه باش تكون. ما انا غير عطيتكم امثله، لاحظتوا بدا هي طوات بسهوله. نمر الان للملابس اللي كتكون يعني طويله، كيف بيجامات او القمصان ديالنا، حتى هما يمكن لينا نستعملوا هذه الطريقه لطيهم. دائما غنديروا على الظهر هو اللي غيكون باين، وغنطوي يعني بنفس الطريقه اللي طويت بها هنا في الطبع. بما انه طويل غنلف عده لفات، غنطويه عده مرات. هذه الطريقه شنو المزايا تاعها؟ اولا انها سريعه، ثانيا كتنظم الخزانه، وكيكون جميع يعني الملابس مطويه بنفس الحجم، يعني ما كيكونش عندنا حاجه مطويه اكبر من الاخرى. هذا هو اللي كيوقع لنا الا طوينا وحدنا، اما هنا فنفس الحجم. بالنسبه لهاد التريكوات كنبغيو نديروهم احيانا في المجوره في الادراج، فبالتالي يمكن تعاود طويهم على جوج وحدك بهذه الطريقه، وكيكونوا يعني مطويين مزيان. كنتمنى هذا الفيديو يكون راحكم، والى فيديو اخر باذن الله.